السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله مع كورس الـ HTML اللي اتفقنا هو أول كورس في الـ Web Design Track. طيب تعالى نتفرج مع بعض المحتويات الموجودة فيه عشان نشوف إحنا هنتعلم إيه. طبعا هو في مرجع ممكن إنك تستعين بيه، ده الكتاب الشخصي بتاعي اسمه تعلم HTML دون تعقيد إنتاج دار نشر البراء، كان الكلام ده سنة 2005، طبعا الكلام بتاعه ده زال سليم إلى الآن. الفصل الأول هو عبارة عن مقدمة عن الـ HTML، هنعرف فيها إيه الـ HTML، جت منين، مين المسؤول عنها، الإصدارات، المتطلبات، إزاي أكتبها، إزاي أستخدم Text Editor، إزاي أستخدم GUI Editor، إيه هم الـ Page Editors التانيين الموجودين، يعني إيه Site Management Editor، والمستقبل بتاع الـ HTML. الفصل الثاني هنتكلم فيه على الـ Tags، ودي أهم جزئية في الـ HTML، هو البناء الحقيقي لملفات الكود في الـ HTML. إيه هي الـ Tags وبتتكون إزاي؟ إيه أنواعها؟ وإزاي أغير وأحدث على ملف HTML؟ وإزاي أعمل سطر جديد؟ الفصل الثالث اسمه Paragraph Formatting، اللي هو إزاي أمسك فقرة معينة وأعملها عملية تنسيق. هنتكلم إن شاء الله على الـ Paragraphs، ازاي اعمل هيدنج ليفلز، ازاي اغير المحاذاه بتاعه النص، ازاي ان انا اعمل زي زياده في الهوامش، وازاي احط النص في المنتصف، ازاي استخدم الهوريزونتال رول والتول تيب اللي هو التلميح. الفصل الرابع بنتكلم فيه عن التكست فورميتنج والكارس، نتكلم فيه عن النصوص نفسها وازاي اتحكم في الالوان. هنتكلم عن تكست فورماتنج، ازاي اغير شكل الفونت اللي هو فونت فيس، ازاي اغير حجمه، ازاي اعمل الخط بولد وتاليك واندرلاين اللي هم الخط العريض والمايل والمسطر، نتعامل مع الالوان، الحروف الخاصه، السوبر سكريبت والسب سكريبت، ازاي نكتب معادله رياضيه او معادله كيميائيه، ازاي نستخدم الليست بانواعها اللي هم النمبرد والبوليتد والديفينيشن. الفصل الخامس هنتكلم فيه عن الصور، وده طبعا من اهم النقط اللي بنحتاجها في اي صفحة HTML، ازاي نستخدم الصور، المحاذاه بتاعت الصور، الابعاد بتاع الصورة ازاي نتحكم فيها، ازاي نحط خلفية للصفحة، ازاي نحط خلفية لون للصفحة، وازاي نحط صورة هي الخلفية للصفحة. برضو لما يكون عندي نص وصورة ازاي اعمل واتحكم في عملية المحاذاة، وهنتعرف على اتريبيوت مهم اسمه الالت. الفصل السادس اسمه لينكس، الروابط. اللينكس في عندي حاجه اسمها اكسترنال لينك، رابط خارجي، وفي ايميل لينك لما اضغطه يبقى برسل ايميل. ممكن استخدم صوره على هيئه لينك، وممكن استخدم اللينك ان يكون داخلي او ما يعرف باسم البوك مارك. الفصل السابع هنتكلم فيه عن الجداول، ازاي نتحكم في الجداول وفي المحاذاه للخليه، وازاي احط صوره جوه الجدول، وازاي اعمل عمليه تمديد اللي هو السبانينج سواء للصف او للعمود. الفصل الثامن اسمه الفورمز، اللي هو طبعا لا يخلو اي نظام من ادخالات. هنعرف فيها ازاي بنعمل ادخال عن طريق الفورمز، وايه هي السيرفر تكنولوجي اللي انا ممكن اتحكم فيها واستقبل البيانات. هنتعلم الادوات المختلفه من تكست بوكس، تكست اريا، وسنجل اوبشن، سيلكت ليست، والمالتيبل اوبشن سيلكت ليست، الاوبشن جروب، الريدي جروب، التشيك بوكس، الفيلد سيت، الاكسس كي، الباتون، والسبميت والريسيت. الفصل التاسع هنتكلم فيه عن الفريمز، هنعرف فيها ايه هي الفريمز، وازاي نستخدم الفريم سيت، وازاي اعمل لينكات تشتغل جوه الفريمز، ازاي استخدم النو فريمز، ازاي احط فاصل اللي هو البوردر للفريم، ازاي اعمل مسافه بين كل فريم والتاني، ازاي استخدم نو ريسايز والسكرولنج اتريبيوت، وهنتعلم الفلوتنج فريم. الفصل العاشر بنتكلم فيه عن الصوت والفيديو والحركه، ازاي ادخل صوت وفيديو، وازاي اقدر اعمل انيميشن باستخدام الماركر. الفصل 11 نتكلم فيه على الـ CSS، طبعا هو هتكون مقدمة سريعة، لكن في إن شاء الله دورة كاملة هنتكلم فيها عن الـ CSS، لكن مهم
ان احنا نعرف برضو ازاي نستخدمها جوه ال HTML. هنعرف ايه هي CSS طيب، ازاي اعمل باراجراف فورماتنج، ازاي اعمل فورماتنج للسكرول بار، ازاي اعمل فورماتنج لللينك الروابط اللي هو الفيزيتد والهوفر والاكتف، وازاي اعمل كاستم ستايل خاص بيا انا. شابتر 12 هنتكلم فيه على ازاي اعمل ابلش للسايت على الانترنت، يعني انت عملت الويب سايت وكله تمام، ازاي اخده بقى واحطه على الانترنت. ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه في الفصل رقم 12. بعد كده عندنا يعني ملحقين صغيرين، واحد فيهم هنتكلم على المواقع العربية، يعني ازاي اقدر اكتب عربي جوه ال HTML، لانها مش مباشرة قوي، لازم تعمل شوية حاجات عشان العربي يشتغل معاك ولا هيطلع علامات استفهام. الملحق التاني هنتكلم فيه على ماذا بعد ذلك، يعني انت دلوقتي خدت معانا HTML، طب ايه المفترض ان احنا نعرفه فيما بعد؟ ده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه في الملحق التاني. ده كده كانت المقدمة سريعة عن كورس ال HTML 4، بحيث ان احنا نبقى فاهمين ايه المحتويات اللي احنا هناخدها فيه. ان شاء الله هنبدأ مع بعض في الفيديوهات الجاية نبتدي نتكلم بالتفصيل على محتويات الدورة نفسها. استنوا، سلام عليكم.